وبالتالي نحن نتحدث عن تصعيد متدرج تقوم به الميليشيات الإيرانية، الميليشيات الموالية لإيران بشكل عام، وخاصة في الساحة السورية، حيث نلاحظ أن هنالك ارتفاع لمنسوب هذه العمليات، لا سيما أنه منذ بداية هذا الشهر حتى هذه اللحظة ربما قد تم رصد 30 غارة، مجموع 30 استهدافا إيرانيا، سواء كان من خلال المسيرات أو من خلال صواريخ الكاتيوشا التي تستخدمها هذه الفصائل. وبالتالي هنالك تصعيد واضح من قبل إيران باتجاه القوات الأمريكية. ربما السبب الرئيسي يعود لانعكاسات الحرب على غزة، كذلك أيضا لاستخدام القوات الأمريكية أو استثمار الولايات المتحدة هذا المشهد، بحيث هنالك تعزيز للأساطيل الأمريكية. وإضافة إلى ذلك نتحدث عن منشأة عسكرية هنا في دير الزور يتم استخدامها من قبل الحرس الثوري الإيراني أو إدارتها من قبل الحرس الثوري الإيراني، ولم يكن فيلق القدس، وبالتالي نتحدث عن منشأة صناعة وربما قد تكون لتجميع المسيرات التي يتم استخدامها من إيران، وكذلك أيضا التدريب. يعني هنالك الكثير من الصور المرئية التي أظهرت قيام عناصر من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بتدريب عناصر سوريون ولبنانيون وعراقيون في هذه القاعدة، في دلالة واضحة على أنها أصبحت قاعدة مركزية بالنسبة للمشروع الإيراني. هنا أتحدث قاعدة جوية يتم استخدامها وتكون قريبة أيضا من دير الزور، وبالطرف الآخر أتحدث عن شرق الفرات حيث تتواجد الولايات المتحدة. لكن اللافت في الأمر أن هنالك 3 قتلى من قوات النظام أو التابعين لقوات النظام، وأعتقد أن هؤلاء القتلى هم من الفصائل الموالية لإيران، فصائل سورية موجودة في سوريا وليس من يعني من تعداد وزارة الدفاع السورية لقوات النظام. السبب الرئيسي أيضا يعود في ذلك إلى أن النظام السوري اليوم عاجز عن إنشاء، يعني عاجز عن يعني زيادة الزخم لدى مقاتليه في يعني في وزارة الدفاع، وبالتالي نلاحظ أن هنالك سحب البساط التدريجي تقوم به إيران من خلال زج مقاتلين النظام السوري، سواء كان من الإغراء من المال أو حتى من خلال النفوذ. طيب هل أستاذ مصطفى، عذرا المقاطعة، هل نتوقع يعني بعد هذا الرد من جانب واشنطن، وهو ليس الأول، أن يتم ردع الفصائل الموالية لإيران من تنفيذ عمليات أخرى ضد قواعد الأمريكية في المنطقة، أم أن العكس صحيح؟ نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة هي ماضية في استهداف الميليشيات الإيرانية، لكن هل بوتيرة تتكافأ مع حجم الهجمات؟ حتى هذه اللحظة لا أرى ذلك متاحا. ربما الغارة الأخيرة اليوم فجر اليوم التي حصلت كانت هي رد مباشر، لكن في الغارات السابقة أو في الاستهدافات السابقة عبر المسيرات كانت بمعدل 24 ساعة، وبالتالي نتحدث عن أن المقاتلين الأمريكيين الموجودين أو حتى القوات الرديفة لا تقوم بالرد إلا ما بعد جمع المعلومات المتكاملة حول موضوع من استهدف وكيف استهدف وأين منصات إطلاق الصواريخ أو الطائرات وإلى من تعود تبعيتها، خاصة نتحدث عن مسمى جديد، غرفة عمليات، ما يطلق عليه غرفة عمليات فصائل المقاومة الإسلامية في العراق. وبالتالي اليوم بموجب تلك الغارة أرى بأنه ستكون ردود ربما أقسى من السابق. بنفس التوقيت نتحدث عن أن رسائل الردع ربما حتى اللحظة لم تفهمها هذه الميليشيات، وهنالك مسار تصعيدي أكبر في المنطقة، وربما قد نشهد هنالك استهدافات عبر المروحيات نظرا لحجم الكبير الذي الضربة الآثار الجانبية لهذه الضربة الأمريكية. أرى بأنها ربما قد يعني تتطلب من قبل الجانب الإيراني اتخاذ موقف مختلف، وبالتالي سنشهد يعني هنالك استهدافات في نقاط مختلفة، ربما ليس فقط في الساحة السورية وقد تصل إلى الساحة العراقية لا سيما في قاعدة حرير.